مرحبا، اليوم سنقوم بفتح لعبة بيت بيبا بيج. من الخلف مرسوم هذه الشخصيات، يمكنكم شراؤها لاحقا. وهذه مدرسة بيبا بيج، وهنا الباص، وهنا السيارة الحمراء. هيا لنقوم بفتح اللعبة. مرحبا، أنا بيبا. إنها جميلة جدا، حجمها صغير وتلبس فستانا أحمر. مرحبا، أهو بيت بيبا بيج، به شبابيك صغيرة. لنقوم بعدها، 1 2 3 4. نستطيع فتح البيت من هنا. ها هو البيت من الداخل، به هذه القطع. سنقوم بوضعها في المكان المناسب. هذا هو الحمام، به هذه المغسلة، عليها بطة وفراش أسنان، وهنا المرحاض. هذه غرفة بيبا بيج وجورج، بها لوحات، وهنا قطار صغير جميل. غرفتهم جدا جميلة. هذا المطبخ، به ثلاجة، غسالة، ساعة وفرن، وهنا الصالة. هذا حوض الاستحمام، هل تعرفون أين سنضعه؟ وهذا السرير، أين سنضعه؟ في أي غرفة؟ هيا لنحضر البيت ونرى أين المكان الصحيح لهذه القطع. حوض الاستحمام في الحمام. هذا السرير الجميل، من الأعلى باللون البنفسجي، ومن الأسفل لونه أخضر وعليه ديناصور. إنه السرير جورج في الأسفل، سنضعه في غرفة بيبا. وهذا السلم سنضعه هنا لتتمكن بيبا من التسلق. لنفتح الكيس الثاني ونرى ما به. يوجد تلفاز صغير، به بيبا بيج وجورج، وهذا الببغاء، وهذه الأزرار الصغيرة. أين سنضع التلفاز؟ صحيح، في الصالة. وماذا أيضا سنضع؟ هذه الكنبة البنفسجية، سنضعها في الصالة لتجلس بيبا لمشاهدة التلفاز. سنضع هذه الطاولة في المطبخ، ومعها هذه الكراسي، 1 2 3 4. والآن ها هو البيت بعد أن وضعنا كل القطع فيه. إنه جميل جدا. صباح الخير، يا له من يوم جميل. سأذهب إلى الحمام الآن لأستعد لهذا اليوم. تين ترا تيران ترين ترا. هذه المغسلة، سأغسل وجهي، بش بش بش، وسأفرش أسناني. سأستحم في حوض الاستحمام، كم أحب الحمام. أوهو، إنه منعش. سأفتح الماء. أوهو، الماء جميل جدا. لا لا لا، صرت الآن نظيفة، أنا جائعة. سأذهب للأكل. ما هو الإفطار؟ يا إلهي، ملفوفة كبيرة، أحب الملفوف. يام يام يام، لونها أخضر. يام 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 يام، إنها شهية. الآن شبعت. سأذهب لمشاهدة التلفاز. إنه برنامجي المفضل، بيبا بيج، كم هذا ممتع. أحب مشاهدة التلفاز في الصباح. إنه مسلي ومضحك. أتمنى أن يكون بيتي الصغير قد أعجبكم. شكرا للمشاهدة، إلى اللقاء.